بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن علاج التابعة. في الدرس الماضي تكلمت عن التابعة، الأعراض والأسباب. اليوم سأتكلم عن العلاج. قبل بدء العلاج فعليك بالتوكل على الله والمحافظة على الصلاة والأذكار، ثم الاغتسال كل أسبوع بالماء المرقي، ويجب أن ترقي هذا الماء بما تيسر من آيات الاتباع. كل آية ذكر فيها واتبع، يعني آيات التي ذكر فيها فعل اتبع، ثم تغتسل بهذا الماء كل أسبوع، يعني تقوم برقية كمية كبيرة من الماء، أو تقوم برقية قنينة وتمزيجها مع 7 أو 10 أو 20 لتر من الماء، لأن الاغتسال سيكون كل أسبوع لمدة أكثر من 6 أسابيع، أي 40 يوم. ثم عليك ب ثم عليك ب البخور كل أسبوع أيضا بالحبة السوداء والعرعار والفيجل كل أسبوع، ثم الاستماع إلى الرقية الشرعية سورة البقرة يوميا. هذا يجب أن تستمر فيه لمدة 40 يوم. إن كان عندك ألم في أماكن معينة عليك بدهنها بزيت مرقي بنفس الآيات، أي آيات الاتباع. هذا علاج شامل وكافي بإذن الله لعلاج التابعة، فعليك فقط بالتوكل على الله ثم البدء في العلاج. هذا كل شيء عن علاج التابعة، والسلام عليكم.